مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. مساحة للتلاقي عبر برنامج في الموعد، بتأكيد حضور ومتواصلين على الهواء مباشرة، ونتحدث في واحدة من المبادرات والموضوعات التي تخص كافة المجتمع السوداني. ويمكن إحنا يعني منذ الإنسانية متحابين، متعاونين، متعاملين، متواصلين، ويمكن ده حاجة يعني بيملؤها الضمير الإنساني، في إنه إحنا نكون كيف عندنا تآخي، عندنا تسامح، عندنا إحساس بالآخر. ويمكن ده في إطار أشياء كثيرة ومختلفة في مجتمعاتنا السودانية. وأنا لما أحس بزول قريب لي أو زول جاري أو زول ممكن يكون حتى ولو من قبيلتي أو من حارتي، فيبقى ده بيخش في الإحساس بالآخر والاهتمام بالآخر. وظهور العمل الطوعي في السودان يمكن ظهر منذ سنوات، وكان عنده حضور كثيف جدا في كثير من الفعاليات اللي بتكون في المجتمع السوداني. نصرة نقص الدواء، ممكن نقف عنده برضو نصرة كسوة الشتاء والتعليم والصحة وعدد من المزايا المختلفة اللي ممكن يقدمها المجتمع السوداني من خلال العمل الطوعي. سعيدة جدا انه اليوم احنا وانتم نقف امام واحدة من المبادرات السودانية اللي اتخذت واحد من الاسماء وبنجيب عندها كثير. مبادرة جميلة جدا وأطلقت على اسمها بي فورد سودان، هي واحدة من المبادرات الطوعية في السودان، عندها بالتأكيد رؤية وأهداف قامت عليها من خلال العمل الطوعي. هنتعرف أكثر على هذه المبادرة من خلال ضيفاتي العزيزات دكتورة إيناس الجدال، نائب رئيس مبادرة بي فورد سودان. أهلا ومرحبا بك. مرحب بكل مشاهدي قناة الشروق، ومرحب بالتيم العامل في برنامج في الموعد. مرحب بكم، وأيضا أستاذة مها هاشم الأمين العام لهذه المنظمة بي فور سودان. مرحب بكل السودانيين في كل الأرجاء والأنحاء، ومرحب بكم في قناة الشروق وبرنامج في الموعد. مرحبا بكم. يمكن يعني اذا تحدثنا عن العمل الطوعي في السودان بدا منذ سنوات يعني فائته، يعني وفي مشاركات من المراه، في مشاركات من الشباب، في مشاركات حتى من الكبار يعني، وبنلقى في اماكن مخصصه لهذا العمل الطوعي. خلينا في البدايه نتكلم عن احساس الضمير السوداني بالاخر في مختلف المجالات، خصوصا اذا كانت دي واحده من المهمات المفروض يقف على كل السودانيين. خلينا نبدا في البدايه عن هذه المبادره، ونبدا معك دكتوره ايناس لهذا الاختيار بي فور سودان. يمكن منظمه بي فور سودان بالعربي كل السودان هي مبادره جاءت نتيجه لعدد من الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه، وكانت نتاج مجهود شباب التقت أفكارهم وآرائهم حول المبادرة لتخفيف حدة هذه الظواهر وتحقيق انتشار قاعدي على مستوى المركز والولايات بعدد من المبادرات. فكانت مبادرة بي فور سودان أو كل السودان. نعم، ويمكن ده فعلا اسم بيشمل كل السودان، واحنا طبعا بسودانيتنا وطيبتنا دائما متعاونين، يعني حتى بنلقى في كثير من الناس بيعملوا مجموعات، ممكن المجموعه دي يكونوا اهل، ممكن يكونوا جيران، ممكن يكون اصدقاء عمل، ممكن يكون يعني اصدقاء بيتلاقوا في يمكن في نوادي يعني لقضاء نسهة، لكن في النهايه بنطلع بمنظمه او بمبادره. خلينا نتكلم معاك برضو استاذه مها عن هذه المنظمة ونتعرف على أهدافها أكثر من خلالك. طيب، بي فور سودان أو بي فور إس كما يحلو لنا أن نطلق عليها، هي مبادرة شبابية طوعية تكلمت إيناس في الشق ده، يعني كانت تلقائية عفوية من مجموعة من الشباب في مشروعات مختلفة تلاقوا وتلاقحت أفكارهم، وقرروا انهم يدمجوا كل الجهود دي بمشروعات مختلفه في مثلا في الصحه، في التعليم، يعني كانوا شغالين في الكساء او الدواء، متخصصين مثلا في التوعيه، في التدريب، في مثلا حل المشكلات المجتمعيه مثل الادمان وغيرها. فهم كانوا منتشرين في المبادرات دي وقرروا انه في والسودان يعني بيشهد حاليا تغييرات أو فترة انتقالية، فهم قرروا أنهم يكون في عمل طوعي متكاتف متراص.
تتراص فيه الجهود الشبابية المختلفة. وقد كانت وجاءت بي فور سودان، هي مش معروفة، يمكن الترجمة بتاعتها واضحة، اختصرناها بصورة كده خفيفة شبابية بي فور اس، وبقت قريبة لوجدانهم واشتغلوا عليها في مناطق مختلفة في مختلف الولايات. عندنا بعض الولايات في موجودة المبادرة وموجودة في الخرطوم. يعني ممكن تحدثت عن انه اذا جينا نتحدث عن اهداف المبادرة، هي هدفها العمل الطوعي الانساني الخيري وحل المشكلات المجتمعية اللي بيقل فيها دور الفرد. تتضافر الجهود مع بعض ونخرج انه نخرج البلد، وانه المشكلات دي نصل فيها لحلول ونتشارك فيها. نعم، تحقيق الاهداف ده احنا دائما بنلقى نتائجه من خلال المبادرات، وحتى صداها بنلقاه عند الشخص اللي فعلا بنقوم بمساعدته في مختلف المجالات. وانا قبل تكلمت عن اشياء هي محدده فعلا محتاج لها المواطن السوداني، نصره الكساء ونصره التعليم ونصره الصحه، ويعني توفير الاشياء اللي ممكن تساعد الانسان في حاجات بسيطه وعندها اولويه في الحياه. حتى انه انا دار اقول انه كان اطلقنا لايف وليقى تفاعل كبير جدا، وفي عدد من الشباب عندهم لايفات في الحث بقيه الشباب وقطاعات المجتمع على العمل الطوعي، يعني الناس تتحرك، ما الا ان نحن نكون مثلا منظمات واقبيه وابنيه، لا، ممكن هي تكون اجسام متحركه خفيفة وتؤدي الهدف والغرض. يعني مجموعة من الطلاب في مدرسة، مجموعة من الشباب في جامعة أو في حي، مجموعة من النساء ربات منزل أو مثلا في المؤسسات الحكومية المختلفة، ممكن تتضافر جهودهم ويكفلوا قضية معينة، يعني مثلا كفالة أيتام مدرسة. فهي المسألة إنه الحث على العمل الطوعي بالتأكيد. يمكن إحنا إذا وقفنا عن اختيار هذه المبادرة دكتورة إيناس، بنلقى في تجاوب كبير جدا من خلال الشباب خصوصا في سنين سابقة وفي فترات مقبلة. اتلاقيتوا كيف واتلميتوا كيف، وشنو الوسيلة اللي جمعتكم مع بعض عشان تقدموا هذا الكيان وتخدموا المجتمع؟ يمكن ميادين العمل الطوعي بصورة عامة كبيرة جدا، وزي ما قلت لك هي عبارة عن أفكار وآراء. كانت اللقاء الأول تقريبا هو مشروع إفطار تلميذ مجموعة من الشباب في الحي، وحبوا إنه كبروا هذه الفكرة لتصل لكل الشباب عبر الأسافير. فكانت نقطة الانطلاق عبر مجموعات الفيسبوك، بالإضافة لجروبات التواصل الاجتماعي الأخرى، ولقت رواج وتفاعل كبير، وده أدى إنه يعني تظهر كثير من المبادرات وكثير من المطروحات في مجال العمل الطوعي والإنساني. فكانت كسوة الشتاء إن شاء الله حتنطلق الأسبوع القادم، بالإضافة إلى مشروع قطرة دم تساوي حياة، كذلك مشروع غلهن مهرا أكثرهن بركة. هي من المشاريع الاستراتيجية نتيجة لتلاقي هذه الأفكار وانطلاقها من مبادرة صغيرة لمبادرات كبيرة جمعت أولئك الشباب. هي مبادرات جميلة، ويمكن لما تنفذ بطريقة صحيحة تخدم الشباب في أكيد طبعا المساحة الأولى. برضو خلينا نتكلم عن يعني تحقيق الذات بالنسبة للمشروعات المختلفة اللي أنا شفتها في المبادرة، ورؤية كذلك لأفكار ممكن تكون لغير الشباب في هذه المبادرة. يمكن إن شاء الله بإذن الله تعالى هذه المبادرات هي في إطار المشروعات، أكيد لدينا خطط لهذه المشروعات تنطلق وتنتشر قاعديا مستوى ولاية الخرطوم وبقية الولايات الأخرى. والآن نحن في طور التنفيذ على مستوى التسعة ولايات لهذه المبادرات. نعم، معروف أنه في المجتمع السوداني خصوصا في ولايات السودان المختلفة في شرائح كثيرة مستضعفة لكن ما بتعلن عن نفسها، كيف بيتم الاستهداف لهذه الشرائح وكيف بيتم التعرف عليها خصوصا المتعففة؟ بالطبع أنه المجتمع السوداني فيه التعفف، عفيفين عفيفين اليد وعفيفين اللسان، يعني ما بيقدر الواحد يصرح. صحيح. ودي نحن حاية بالنسبة لنا، نحن نقدم هذا العمل الطوعي الخيري بامتياز
بجودة، وفي نفس الوقت مراعاة الكرامة الإنسانية. صحيح. فنحن عندنا شيء مهم جدا بنستند عليه، واللي هي الإحصاءات الموجودة في الأجهزة الرسمية مثل وزارة الضمان الرعاية والضمان الاجتماعي. هذه الوزارة نحن بنستند عليها في الإحصاءات الموجودة، ومع ذلك نحن ممكن نسند هذه المؤسسة الرسمية في أنه نحن ذاتنا ممكن نعمل إحصاءات. يعني نحن ذاتنا من أهم مشروعاتنا أنه نحن نتفقد ونعمل up to date والتحديث بالتعاون مع الأجهزة الرسمية للإحصاءات، مثلا الفقر، المناطق الأكثر فقرا هي بتحتاج لتجديد. واشتغلنا يمكن كان قبل فترة بسيطة كان في مسوحات الأيتام في بعض المناطق، فبيكون عندنا إحنا برضو نوع من الإحصاءات. أي مشروع أو بربوزر اللي إحنا دارين نضعه لمبادرة من مبادراتنا الصغيرة داخل هذه المبادرة الكبيرة، نحن بالتأكيد لازم نتأكد من إحصاءاتنا ونستهدف الشرائح دي، بعد ذلك نوصل لهم الخدمة. ممتاز. يعني هي مجموعة من المبادرات بتتلاقى، وفي كل فترة بتنفذ مبادرة لشريحة معينة. أيوة. أنا دايرة أقف إذا كانت هي مجموعة من المبادرات الصغيرة تحت عنوان بيفور سودان، نتكلم عن تلاقي الإيرادات، ونتكلم عن يعني كابينة القيادة في هذه المبادرة، والمعايير ذات اللي اخترت عليها، لأنه طبعا دي دائما بتكون فيها في موضوعات كده حساسة، في يعني حتى تحري الصدق في بعض الناس اللي هم فعلا محتاجين النزاهة. طيب المبادرة دي إلى الآن هي حتى نحن ما عندنا حساب رسمي، لكن هي مجرد اشتراكات بتجمع لغرض مشروع معين. يعني مثلا كسوة شتاء حتى ما بيكلفنا مثلا قروش كثيرة، مجرد ملابس بتجمع، بيكون في اشتراكات بسيطة اللي هي ممكن مثلا نعمل بها التغليف الترحيل كده. يعني هي المسألة إنه نحن أغلب الشيء بناخده عيني. طيب الإيرادات بتاعت الشباب هي تلاقحت، هي ما هي صعبة، يمكن تلاقحت في قضايا كثيرة مثل أمامنا. صحيح. الشباب من السهل جدا بمختلف مكوناتهم ومكوناتهم المختلفة داخل المجتمع السوداني، هو أكثر يعني هم أكثر فئة هي بتقدر تتفاعل وتتلاقى إيراداتها، لكن بنحتاج لشنو؟ تنظيم جهودنا بس فقط. يعني نحن لما نقعد وعندنا المنابر مفتوحة، المساحات في وطننا اللي هي وترك الجامعات، التجمعات المهنية المختلفة، يعني نحن أصلا متاحين وموجودين ما شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي في جروبات الناس بتتضافر وبتتفاعل. يعني برضو دكتورة ناس خلينا نقف عند يعني القيادة، قيادة الكبيرة في هذه المبادرة، يعني هل كل مرة هي بتكون قيادة لشخص واحد في كل المبادرات، ولا كل مرة بيجي تجي القيادة على شخص يعني في زمن معين، كل 3 شهور، كل شهرين، كل 4 شهور، كل 5 6 شهور، عشان تكون برضو في تحديث في الأفكار والرؤى؟ يمكن في بي فور سودان، يعني تحية للتيم العامل في هذه المبادرة، الحمد لله كلهم إداريين وقياديين في نفس الوقت، يعني كل واحد منهم يمكن يستلم زمام المبادرة في أي لحظة. التقوا بأفكار ورؤى، يعني كل واحد منهم ممكن يدير هذه المبادرات بشخصه، وربما يستعين بالآخرين. لا نركز في القيادة كثيرا، إنما نركز في ماذا نفعل، ونقدم حلول لعدد من الإشكاليات والتحديات اللي بتواجه بعض الأسر إن شاء الله. نعم، في كثير من الأحيان نلقى إنه المرأة عندها دور فعال، هي دائما بتقوم على استنهاض المجتمع في كثير من الأشياء، ممكن يعني ترفع بالمجتمع السوداني. ما غريب إنه تكون هي موجودة كذلك في المبادرات التطوعية، نعرف دورها تحديدا في هذه المبادرات، وإلى أي مدى هي ممكن توصل الدعم والعون الإنساني للإنسان المحتاج. في بي فور سودان يمكن عنصر المرأة موجود بكثافة وبكثرة برؤيتهم وباعهم الطويل في العمل الطوعي والإنساني. في عدد من المبادرات المرأة مشاركة بفاعلية وبقوة في نجاح هذا العمل الطوعي الإنساني. نعم، ممتاز. أضيفي تعليق بسيط، إنه وجودنا نائب الرئيس وكنداكات ومهيرات موجودات يعني الآن في الاستديو 2 بيمثل ما أنا قبل دار أقول لكم، يعني ما شاء الله يعني في قيادة كده ما شاء الله، يعني حتى كل اللجنة التنفيذية الجمعية العمومية، كل عضويتنا حتى أول من يتفاعل معنا في الولايات وبيتصلوا إنهم دارين
يكونوا بي فور سودان في ولاية معينة أو حتى خارج السودان. طبعا عندنا أفرع الآن في خارج السودان، مجموعات، هي مجموعات بتاعت فيس وواتس تكونت بي فور سودان، يعني نقلوا الفكرة، بيقوا هم بيقودوها براهم. ما شاء الله أول من يتصل الشابات والنساء، يعني ربات المنزل وكده، يعني عندهم عاطفة تجاه إنهم يقدموا لمجتمعهم. المرأة هي طبعا عاطفة، يعني حنون، والناس شايفين إنه المجتمع محتاج لحراك خيري كبير. صحيح فعلا، إحنا يعني في مرحلة بتاع تحدي، وكل السودان يعني نتشايل مع بعض ونصل إلى الرمتايين أو كده. نعم، لكن إحنا محتاجين نواجه هذا التحدي. يعني بس لاحظتي انه في تفاصيل كثير مر بها الشعب السوداني والمجتمع السوداني، سواء كان من خلال ازعار، سواء كان من خلال ادوار المستشفيات، الادوار الازمات الظهر. نعم، الازمات اللي ممكن تكون هي حاليا موجوده في المجتمع السوداني، احنا نتلافاها بصوره كبيره جدا وتحت اطار العمل الطوعي في السودان. بشكر من هنا الشباب اللي قاعد يتلاقوا بنلقاهم في الشوارع، وصل معاك الناس وكذا، دي برضه مبادرات شبابيه. يعني صحيح، يعني نحن من هنا نشكر غيرنا من المبادرات الموجودة في الساحة، ولاحظت في سهولة تكوينها وتفعيلها. أنا متأكدة أن الناس ما يعني ما بقول منو اليهود، هم مجموعات بتتكون بصورة سريعة بتغطي الحوجة. أي واحد فينا في أي مكان لقى أنه أصلا مبادرة غايمة، الناس نظمها فكروا فيها وطوالي بينتظم فيها، ودي حاجة جميلة جدا جدا ظهرت وتنظمت وبقت مكثفة جدا في الفترة الأخيرة، ومحتاجين كمان للحث عليها زيادة. نعم، يعني على ذكر المبادرة دي، أنا في واحد من الإعلاميين هو زميلي أنا بحييه عبر هذا المساء، برضو كتب في صفحته على الفيسبوك: أنا ساكن في الحتة الفلانية، كل يوم بطلع الساعة 8 أو الساعة 11 ماشي الجهة الفلانية، أي شخص بيقدر يمشي معي المشوار ده انا جاهز انه اوصله وارجعه. يمكن دي طبعا نعم، دي اشياء ممكن توفر الزمن وتوفر الجهد بالنسبه للناس اللي ممكن يكونوا فعلا اذا كانت في ازمه مواصلات، اذا كانت في مشاكل بتاعه توصيل. نعم، تفضلي دكتوره. هي برضو واحده من يمكن المبادرات اللي ظهرت في الفتره الاخيره فضل الزهر، والان منتشره يمكن بصوره كبيره جدا، ودي عادة حميدة جدا، وأنا بتمنى إنه تنتشر في بقية ولايات السودان هذا العمل الجميل وهذه المبادرة الجميلة. نعم، إن شاء الله كل الناس تكون سامعانا، ويعني ما سمع من هنا يبدأ ينفذ هذه المشروعات. هي طبعا ما خدمة معينة بتقدمها المبادرة، هي مجموعة من الخدمات بتقدمها المبادرة. أنا دايرة أتكلم عن واحدة من الأشكال المهمة في هذه المبادرة، ممكن تكون أسس الموضوع، يعني الدعم بالنسبة لهذه المبادرة. طيب نعم، تفضل. الدعم عندنا يعني اعتمد في البداية، هي كان جهود إدارية فقط. الجهود الإدارية بقينا بنحتاج فيها لشق مالي في البدايات، بدأ بصورة بسيطة، كان بيبدأ بشير بشير من العناصر اللي بتكون موجودة من المتطوعين، بيدفع ده شير من هنا هنا هنا، الموضوع بيمشي. هو كان بدأ بإفطار تلميس، فكان اللي عنده عربية بكوب بنزين، فما كنا بنحتاج للمسألة دي. بعد ما تنظمت وبقت مبادرة مرتبة الجهود والمحاور وكده، يعني إنه العمل الإداري فيها انتظم طوالا، نحن بقينا شنو عندنا جانب، فتحنا الهبات، كنا موقفين انه خلاص بقي عندنا جانب بتاع هبات مفتوح، عندنا ارقام مثلا تلفونات الناس بتحول فيها رصيد، يعني بصوره بسيطه جدا يعني، لكن نحن ساعين في انه نحن نطورها بصوره اكبر على حسب مشروعات الضخمه اللي احنا راصدينها في خطتنا للعام الجاي. وضعنا خطه محكمه جدا بتخاطب القضايا الشبابيه الاستراتيجيه والقضايا المختلفة يعني بتاعت المجتمع، يعني احنا شباب لكن بنخدم كل الفئات، ما الا فقط الشباب. ما عندكم شريحة معينة؟ يعني شريحة كل الشرائح مستهدفينها، يعني باشكال الاطفال اللي عندنا لهم شغل معين، مشروعات موجودة مرصودة عن المرأة الغير، وحتى كبار السن، كل الفئات دي مضمنة في برنامجنا. انا قبل كنت هي ما مبادرة بتخدم جهة معينة، هي ممكن تخدم كل الجهات الموجودة في المجتمع السوداني، ممكن تكون محتاجة لدعم. برضو دكتورة إناس، خلينا نتكلم عن الوسائل الفعلة، ممكن تكون هي وسائل حقيقية بتخدم المبادرة، بغض النظر عن نوع الوسائل، ممكن تكون وسائل معرفة، ممكن تكون وسائل الإعلام مثلا، ممكن تكون وسائل النقل مثلا، هي ممكن تخدم المبادرة. نتكلم عن الوسائل اللي ممكن تضيف إضافة حقيقية لهذه المبادرة. يمكن بي فور السودان المتاح الآن هو التواصل الإلكتروني عبر السفير والإعلام المرئي والمبرؤ للمبادرة. نزعة أيضا
إلى توفير يعني وسائل حركة لهؤلاء الشباب للانطلاق وتوسيع دائرة العمل زي ما ذكرت لك داخل وخارج ولاية الخرطوم. ممكن في الولايات البعيدة محتاجين لحراك، محتاجين لدعم في وسائل الحركة، محتاجين كذلك لدعم في البنية التحتية، وجود مغرات ثابتة على مستوى المنطقة، على مستوى للتجمعات الحي للتجمعات، لتسهل من مهمة هؤلاء الشباب وتحقيق أكبر قدر من المنفعة للأسر. إنسان ولاية السودان هو الأكثر حوجة يمكن في هذه الفترة، خصوصا الخريف وخصوصا بعض الأمراض اللي انتشرت في ولاية السودان المختلفة. أنا دار أتكلم عن واحدة من الأشكال ممكن تكون مهمة جدا برضو، الدعم برضو لهذه الولايات، وكيف يعني برضو قدروا ناس الولايات إنه ياخذوا معاكم في هذه المبادرة ويقدموا السند الحقيقي والدعم لأهل مناطقهم. يمكن مجرد ما تطلقي يعني كلمة عمل طوعي، يعني كلمة محببة جدا في نفوس السودانيين، وبيبادروا يعني كل واحد بيحاول إنه يخدم الآخر، وتلقائيا بيلقوا نفسهم إنه هم حققوا الشيء دايرين يوصلوا له بالتداخل وبالتطوع وبحبهم للآخرين، وبصفه موجودة في كل السودانيين، وبنزع إن شاء الله لتطويره لتواكب الآخرين بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. وهي الموضوعات طبعا كثيرة في الولايات، يعني إذا مسكنا الصحة عنده جانب، إذا مسكنا التعليم عنده جانب، إذا مسكنا قضايا السلام كذلك في كل ربوع السودان ممكن تكون عندها جانب. إحنا قبل تكلمنا عن الصحة وتكلمنا عن التعليم بصورة بسيطة، لكن خلينا نتكلم أكثر عن قضايا السلام في ولاية السودان المختلفة، وكيف المبادرة يكون عندها دور كبير في يعني وكذلك تكون جسر للسلام والأمن في ولاية السودان المختلفة. حنجاوب كل متابعينا حيتواصلوا معنا وعبر هذه المبادرة بي فور سودان وعمل الممتد في كل ولايات السودان. ابقوا معنا من بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، رجعنا للتواصل من جديد. والعمل الطوعي في السودان واحد من الأنشطة المهمة في المجتمعات، لأنه بيعكس الضمير الإنساني والإحساس بالآخر أو الإحساس بالآخرين في مختلف مناحي الحياة. سعيدة جدا بالتواصل عبر ضيفاتي الكريمة دكتورة إيناس القدار نائب رئيس مبادرة بي فور سودان، وكذلك أستاذة مها هاشم الأمين العام للمنظمة. رحب بكم مرة ثانية وأقول لكم مساء الخير. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن واحدة من القضايا المهمة الممكن تكون بها يعني المبادرة في إنه كيف هي تبقى جسر للسلام والمحبة في كل أرجاء السودان. بي فور سودان يمكن المتطوعين والنشطاء في هذه المبادرة وعوا من بداية ولادة هذه الفكرة، لأن احنا كنا عندنا باعتبار انه اصلا في متطوعين من كل ولايات السودان موجودين، فهم يعني ونحن كلنا ادركنا انه اهم قضية عندنا واستراتيجية السلام، لانه بالسلام بمكننا وجود سلام في السودان ومكننا من وجود مجتمع مستقر متقدم ينعم بالرفاهية. نعم. طيب لذلك عندنا ورش ستعقد إن شاء الله، عندنا في خطتنا برنامجنا يوم للسلام للتعريف بالسلام وقضاياه بالتعاون مع اللجان الوطنية ولجان حقوق الإنسان، عشان نحقق عدالة ومساواة وعدالة انتقالية للمناطق الحروب والنازحين. بعض المناطق الحقيقة ذات الخصوصية، يعني مثلا عندنا ولايات معروفة أنها هي ذات خصوصية وبتحتاج، يعني كانت في أتون حروبات أهلية بتحتاج لأنها يكون عندها برامج تركيزية عودة طوعية للنازحين، لأنه السودان هو بلد زراعي بلد فيه الرعي، فبنلقى أنه
هذه الزراعه وهذه هذه المهن المفيده والمنتجه جدا جدا بقوا بسبب الحروب متواجدين في مناطق اخرى. فنحن دايرين نعمل عوده طوعيه، دايرين نحقق استقرار ونحقق عداله انتقاليه حتى انه يكون في استقرار وامان والسودان ينهض خلال السلام. نعم، احنا برضو يعني اذا كانت هي حزمه من المشروعات ممكن نقول عليها وفيها عطاء كبير جدا وممتده لولايه السودان وخصوصا يعني مناطق الحروب والنزاعات في السودان. نتكلم دكتوره ايناس عن ملامح الخدمات والمشروعات اللي ممكن تقدم في تلك المناطق. يمكن معظم المشروعات او المبادرات اللي حتكون في مناطق ذات الخصوصيه او في المناطق اللي ما بتوفر فيها الامن بصوره كبيره جدا، واحده من المبادرات ممكن مبادرات نقول على تثقيفيه تاهيليه في مجال الارشاد الاسري والنفسي لطبيعه هؤلاء، ويعني بنحاول بقدر الامكان انه ياخذوا هذه الجرعات من أجل العودة والاندماج في المجتمع بصورة كلية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب برضو ممكن أرجع لأكثر المشاكل اللي واجهتكم في 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 أماكن النزاعات والحروب. لسه ما في عودة طوعية، يعني لازم تكون في قرى نموذجية بتحتاج لمانحين لدونارس لأموال، حتى إنه في مناطق دمرت، في مناطق بتحتاج يكون فيها ماء، يكون فيها يعني بعض المعينات الأساسية لمقومات الحياة حول هذه ومقومات صحية. نعم، نتحدث أكثر حول هذه النقطة ونشوف كيف إحنا نقدر ننفع كل أهلنا في تلك المناطق. فاصل وتابع هذا الفيديو نرجع مرة تانية. لكم معنا بإيدنا بإيدنا.
أمنا لازم نبني بإيدنا، لازم نبني بإيدنا 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 بإيدنا. بجهودنا المتحدة الوعي أرجائك نبني أصنع، بجهودنا الموصولة السعي الدنيا نملاها بضاعة. بجهودنا المتحدة الوعي أرجائك نبني أصنع، بجهودنا الموصولة السعي الدنيا نملاها بضاعة. تصبح أمة يا بلدنا، نهتف بهمة يا بلدنا، لأعلى قمة يا بلدنا نهتف به. صممنا لازم نبني بإيدنا، لازم نبني بإيدنا 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 بإيدنا. لمجد الصمد الأبطال ما في كنري ضد الغازي، من أجلك هل استغلالنا يحدون الإخلاص والدين. لمجدك صمدت أبطالنا في كنري ضد الغازي، من أجلك هل استغلالنا يحدون الإخلاص والدين. بالوطنية يا بلدنا، بحسن النية يا بلدنا، بالحرية يا بلدنا نسعد فيه. صممنا لازم نبني بإيدنا، لازم نبني بإيدنا 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 بإيدنا. بناء الأوطان بالتأكيد هو حق علينا، لكن لا يتم إلا بالتكاتف، لا يتم إلا بالتعامل والإحساس بالآخر، خصوصا الشرائح المستضعفة في المجتمع السوداني. والأدوار الكبيرة اللي تقوم بها المبادرات هي قائمة على أمر العمل الطوعي في السودان. مرحب بكم مرة ثانية، ونرجع نكمل ملف السلام في أماكن النزاعات والحروب والاحتياجات الضرورية لسكان تلك المناطق. الأغنية يعني جميلة كده، وسرحنا فيها بيدينا نبني بلدنا، حتى تحية الكنداكات برضو يعني. ما شاء الله اليوم محضور يعني ما شاء الله من المهرات والكنداكات ما شاء الله. فده دور المرأة وصوتها وبتوصله في كل مكان ومن كل منبر ومنصة. بيدينا نبني بلدنا، فهنا المرأة هي ذات شريكة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مناطق النزاعات المسلحة. ونحن وضعنا لها برنامج خاص في تطويرها، وفي أنه نحن حاليا حتى عندنا في المنظمة فريق متخصص تلقى دورة تدريبية مؤهل جدا في العلاج الصدمات النفسية اللي بتكون مترتبة على أثار النزاعات. وعندنا المرأة فيها حاضرة جدا بأخصائيات نفسيات متقدمين جدا. عندنا كانت دورة تدريبية، وعندنا كثير من الدورات اللي حتكون في المعسكرات لكل النساء في مناطق النزاعات السابقة. نعم، النزاعات في ثاني مشاكل العنف أيضا. نعم، الزواج القاصرات، في كثير من القضايا. في المسائل هي كلها توعوية، كل البرنامج عندنا تثقيفي، رفع الثقافة والوعي والتدريب في حالة وجود صدمات، حتى انهم يصدوا ويكونوا جاهزين. ما انه تكون في اثار نفسيه مترتبه بتساعد في التاهيل والارشاد والتوعيه، وفينا كيف انها هي تكون قادره وتحرس هذا السلام يعني والامن في كل المناطق في السودان. نعم، نتمنى ذلك. حنتكلم برضو دكتورة عناس عن اهميه التخطيط لهذه المجتمعات واشراكها برضو في تخطيط، يعني لان هم الادرى بمناطقهم، هم الاعرف بمناطقهم وشنو المحتاج اليوم. كيف يتم إشراك المجتمعات في التخطيط عشان في النهاية نحن نلقى نتائج حقيقية وملموسة للمساندة وللدعم؟ يمكن في بيفور السودان عبر الخطة السنوية نحن إن شاء الله مخططين أنه نستهدف 100 ألف
أسرة ببيئاتنا المختلفة وفئاتنا المختلفة، وكل حسب ما هو موجود أو متاح في منطقته. يعني يكون في تحول تدريجي من مبادرة أعطي، يعني نديهم مساحة إن هم يشاركوا في التخطيط وفي تقديم المبادرات والمنح لأطراف أخرى داخل هذه المناطق. غير الدورات التدريبية إن شاء الله حيكون عندنا فرق عمل إن شاء الله تزور كل هذه الولايات أو تيم التخطيط في المبادرة إن شاء الله بإذن تعالى، في طواف عبر هذه الولايات وعمل ورش ودراسات جدوى، كل حسب مشروع وكل حسب المتاح في منطقته. بس في إضافة، إحنا عندنا تيم موجود ومدرب جدا، يمكن تلقى دورة قريبة كانت خارج السودان في علاج الصدمات النفسية، وتيم بتاع إرشاد وتوعية موجود في شمال دارفور. في برضو إن شاء الله في الآونة يعني أو الأيام القادمة عندنا برضو في ولاية النيل الأزرق في تيم إن شاء الله حيتم، يعني يمكن التيم اللي تدرب حيجي يدرب لنا بقية العناصر الموجودين. يعني حنختار غالبا ولاية النيل الأزرق حتكون مركز نختار فيها عدد من الشباب اللي انضموا، يعني من هنا نحن بندعوهم انهم يتواصلوا معنا، خاصة الأخصائيين النفسيين، في انهم يكونوا هم جاهزين ومؤهلين أكثر انهم يدرجوا في هذا البرنامج طبعا، وكل العاملين في الحقل الصحي ممكن على وجه الخصوص من الشباب والشابات. طيب خلينا نجيب عن يعني اشراك المجتمعات، يعني اكيد في نتائج من هذا الاشراك. يعني انا لما اكون في مجتمع معين عارفه الحاصل شنو في هذا المجتمع، وعارفه منو الاسر المتضرره، سواء كان نفسيا زي ما انت قلتي في اخصائيين نفسيين، سواء كان صحيا، سواء كان ماديا، النتائج شنو اللي جبتها من اشراك المجتمعات في التخطيط لهذه المبادرات في العمل الطوعي؟ النتائج كانت فاعله لانهم هم بيلامسوا الجرح، يعني بتحرق الجمره واعطيها. صحيح، حصل قدامك اشكال محدد انت بعد ده بتقدر تعبر عنه، بتقدر تخط بتكون عارف انك هدفك دار تصل لشنو، وجرحك كان شكله شنو، بتقيم الوضع بصورة أدقة من الكان بعيد من هذا النزاع. يعني جاء لخطوم الرائف ومرأة ليس كمان ساعة. نعم، يعني نعم. انت الحياة شفتها قدامك بتكون مؤلمة، بتحاول انه تضع انجع العلاج والدواء والحلول. صحيح، فبالتالي هم ما شاء الله شباب يعني لا ينقصهم إلا مزيد فقط من التطوير والتأهيل، ونحن إن شاء الله في سعي إنه يكون في مكافآت إنه يمنح، يعني مثلا دراسات عليا في 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 يعني أبرز المعاهد البحثية العلمية سواء كان داخل أو خارج البلاد، إنه يكونوا مؤهلين ونقدر إنه نحن ننهض ببلدنا ونعبر بها إن شاء الله في خضم أي شيء ممكن يمر بالسودان. يعني نعم، كده واحدة من الخدمات المهمة اللي بيحتاج لها إنسان الولايات وإنسان السودان يعني كعموم في كل مناحي الحياة اللي هو فعلا بيكون فيها محتاج لدعم ولمساندة ولوقفة. ودائما نحن نخلي الأسر المتعففة قاب قوسين، لأن هم دائما ما بيسألوا. هتكلم عن حاجة مهمة جدا يعني تمويل العمل الطوعي في السودان، يمكن دي مشروعات كبيرة جدا، وإحنا تكلمنا عن المبادرة دي جواه في مبادرات كثيرة جدا، فلا بد من تمويل هذا العمل ولا بد من وجود شراكات تدعم هذا العمل. ماذا عن الشراكات لهذه المبادرة، وإلى أي مدى يتم التفاعل من خلال هذه الشراكات؟ دكتورة إيناس، يمكن بيفور سودان زي ما ذكرنا في البداية عبارة عن اشتراكات فردية، فرد المبادرة انتقل العمل إن شاء الله حينتشر عبر المنح والتبرعات والهبات. كذلك إن شاء الله حيكون عندنا شراكات استراتيجية مع وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، غيرها من المؤسسات ذات الصلة، بالإضافة لديوان الزكاة الراعي الرسمي للعمل الطوعي في السودان، وغيره من الخيرين ورجال الأعمال، وكل من لديه حب في العمل الطوعي إن شاء الله هذه المبادرة سوف تجد رواج كبير ودعم كبير إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تلقى الدعم، يعني يكون اليوم حلقتنا هي منبر ودعوة لدعم هذه المبادرة. هو باب الخير لما يتفتح بيلقى كثير من الداخلين والذين يلجوا في هذه الأعمال الخيرية. نعم، يعني وجدنا تفاعل الحمد لله. نعم،
إذا يعني دي كانت واحدة من المبادرات المهمة، وأنا سعدت بكم جدا لأنكم ما جندر لكن أنتم من جنسي يعني. فلما يكون النساء قائمات على أمر المبادرات الجميلة في المجتمع السوداني الداعمة لكل الأسر وكل الشرائح المستضعفة، إحنا بنقول سودان ماشي لقدام. أكيد. وبالتأكيد مهيرة هي حاضرة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وفي كل مساحات التلاقي. أنا شاكرة جدا لحضوركم معنا عبر هذه الحلقة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا 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 لك أستاذة مها هاشم الأمين العام للمنظمة، وكذلك دكتورة إيناس القدان نائب رئيس مبادرة بي فور سودان، مع تمنية التوفيق. شكرا شكرا لكل المشاهدين. إذا مشاهدينا يعني نحن وأنتم تصفعنا هذا الدفتر، دفتر يمكن هو إنجاز بالتأكيد لحزمة من مشروعات العطاء في السودان لدعم كل الجوانب الصحية، جوانب التعليم، جوانب حتى التنوير والمعرفة لإنسان السودان. وكانت هي مصفوفة المستقبل لهذه المشروعات المختلفة اللي بنتمنى لها أنا والتيم العامل بالتأكيد على هذه الحلقة وهذه المساحة المسائية من برنامج في الموعد التوفيق. شكرا لكل مشاهدينا، تحيات فريق العمل وتحياتي، كونوا بخير وفي أمان الله.